جمال عبد الناصر. قال الكلام ده كلام مظبوط. قلت له ازاي؟ قال احنا بقالنا شهرين ثلاثة ما احناش عارفين نماشي محمد نجيب. الكلام ده تاريخ مش تهريج مش افتراء. الكلام ده مش افتراء على حد. قال بقالنا شهرين ثلاثة ما احناش عارفين نمشيه. نقول يمين يقول شمال، نقول شمال يقول يمين، نقول كذا يقول كذا. ماسك العوج ما نعرفش الراجل ده ايه موقفه بقى بالشكل ده ازاي ومسنود على ايه. كلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط 100%. فانا قلت له طب والحل ايه؟ سكت. هل عندك حل؟ قلت له انا رايي دلوقتي الشعب بيحب محمد نجيب. قال لي ايوه. قلت له يبقى شيله هيثير الناس. انا رايي يتعمل فيه زي ما اتعمل في اسمهان. انا قلت له كده يعني صح او غلط معلش يعني. ده ما هي دي ثوره وده وطن ومستقبل وطن. وياخدوه يرموه في ترعه وكل حاجه واعملوا له تمثال في كل قريه. والله انا قلت الكلام ده لله للتاريخ يعني. هو الله يرحمه جمال عبد الناصر كان يعني هل نقتل يعني نبقى قتله؟ سكت. قلت له الشعب بيحبه. هل هنعلم الشعب وهنوعيه وكل حاجة ونفهمه الحقيقة وكل حاجة وانت خايف للشعب ده هنخرج الانجليز ازاي وبالشعب ده هنخرج الانجليز وكل حاجة. قلت له ربنا يوفقك. شالوا بقى محمد نجيب دارت عجلت بقى محمد نجيب.